جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أصبح الإنسان جنبا أو محتلما ودخل وقت صلاة الفجر، فهل يجب عليه أن يغتسل وقد تفوت صلاة الجماعة، أم يكفيه التيمم شير؟ لا يجوز التيمم مع وجود الماء، فعليه أن يتطهر بالماء ثم يذهب إلى صلاة الجماعة ولو فاتته صلاة الجماعة، أي يتطهر بالماء ولو فاتته صلاة الجماعة، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لأن التطهر شرط من شروط صحة الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم يبح التيمم مع وجود الماء إلا للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، أو مع عدم الماء فلم تجدوا ماء، يعني في حالتين: حالة عدم وجود الماء، والحالة الثانية العجز عن استعماله. ففي هاتين الحالتين يجوز التيمم بالتراب. نعم.